أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته بالتوجيهات السامية والتوجيهات الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة المستمرة من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ينطلق على بركة الله وتوفيقه، ينطلق الشوط الرئيس الأول لسن اللقاية في تسعيرة هجن الرئاسة الأولى التي تنطلق في صباحية يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر لعام 2014. انطلق هذا الشوط وانطلق الكل. مسافة هذا الشوط هي 4 كيلومترات. من يتربع على المجسم، من ينتزع السيارة المنتظرة والناموس الأول في شوط الإبكار لفئة الإنتاج الشخصي. اذهب مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، من تتقدم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط اللي في المركز الأول شقرة تتقدم مع المركز الأول، ويتقدم مالك شقرة ماجد بن راشد بالضحاك المنصوري يتقدم مع مقدمة الشوط. المركز الثاني القادمة شموخ، شموخ تنطلق بشموخ الكبرياء وكبرياء الكبار، تتقدم شموخ محمد بن ناصر بالعوض المنهالي يتقدم ممثل الوثبة الدائم، ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة جبارة وحياب بن مطر بن سعيد الاكتبي يتقدم مع المركز الثاني، غير في طريقه من المركز الثالث إلى المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات الصعبة تتقدم، ويتقدم محمد بن الحزمي بن قناص العامري، بينما المركز الخامس القادمة مع المركز الخامس هنالك منصورة وحارب بن محمد بن غنام الهاملي يتقدم، بينما المركز السادس بروق وسيب بن عيسى بن مطر الفلاحي. المركز السابع اللي وصلت الشبلة وسعد بن راشد النابت المري، بينما المركز الثامن اللي وصلت في هذه اللحظات بسمة وحمد بن مبارك بن رغاش الشامسي. المركز التاسع اللي تقدمت وانطلقت مغازي وحمد بن راشد البريسي المري، والمركز العاشر هنالك اعتبار محمد بن ياسر الاعفاري، ولكن ايضا القادمة والمتقدمة مع العشر المراكز الاولى بتحدي الكبار تتقدم شديدة، ويتقدم عيسى بن سعيد بن عيسى الخيال. ولكن اعود الى مقدمة الشوط الى جبارة. الله يا بن حاذة ينطلق مع المركز الاول ويقدم لنا جبارة، جبارة مع المركز الاول احياب بن مطر بن حاذة الاكتبي ما زال مع المركز الاول، يقترب من المجسم الاول، يقترب من الناموس الاول ومن الرمز الاول، ومع الشوط الاول بن حاذة بن حاذة، بينما المركز الثاني
القادمة مع المركز الثاني تنطلق في هذه اللحظات شقرة ماجد بن راشد بالضحاك المنصوري، ونحن نقتحم الكيلو الأخير الكيلو الخطير. والقادمة مع المركز الثالث أصعب مع المركز الثالث محمد بن الحزمي بن قناص العامري، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وأنا أرى شعار بالسالمين المنصوري يقترب في هذه اللحظات، وشعارك يا عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي ايضا قادم، والقادمة هنالك في هذه اللحظات محبوبة عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري، ولكن اعود الى شقرة والى بن ضحاك. الله، ولكن غيرت الصعبة محمد بن الحزمي بن قناص العامري، اقتنص هذه الفرصة، انه القناص، ولكن القادمة الفاتنة وهادف بن الحزمي بن قناص العامري، ولكن اصعب اصعب اصعب. الله يا بن قناص محمد بن الحزمي بن قناص العامري، المجسم يذهب مباشرة ام يبقى هنا بسويحان؟ نعم اهالي سويحان مع بن قناص، ويذهب بالسلامات الى اهالي زاخر كما يقول ابن حضيرم. يا حبي لهذا الاسم، ذهب بالسلامات وابقى المجسم داخل العين. تهانينا لك يا بن قناص على هذا الفوز وانتزاع المجسم. بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني محبوب عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري، ثالث المراكز هنا التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لحظة الوصول 5:59.6 من الثانية ليكسر حاجز 6 دقائق في هذا الصباح. تهانينا لمالك الصعبة محمد بن الحزمي بن قناص العامري، وبالفعل هي صعبة. بينما المركز الثاني 6:02.4 من الثانية، تهانينا لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري على فوز محبوبه في المركز الثاني. وثالث المراكز اوصلت بروك ام سوده مبارك بن احمد بن خزع العامري، نعم سوده ملك مبارك بن احمد بن خزع العامري، 6:02.7 من الثانيه. اذا متابعينا الكرام مجسمي